السلام عليكم. اليوم أقدم لكم أقوى وأصغر لابتوب في العالم. هذا اللابتوب من أسوس، طبعا اسمه زفيروس جي 14. و أنا بقول لكم أنا الآن محظوظ أني عندي هذا اللابتوب، بحكم اليوم هو آخر يوم راح يكون فيه الضريبة 5%، بكرة راح تصير 15، فقدرت أخذ اليوم. اللي بيشتري اليوم، قبل ما تكملوا الفيديو، اللي يبغى يشتري اليوم يروح اكسايت يشتري من اكسايت اليوم، لان اليوم اخر يوم. طيب، حبيت اقول لكم اليوم بسوي بفتح صندوق هذا اللابتوب. طبعا اسوس زفيروس جي 14 من اقوى اللابتوبات الان موجوده في العالم، بحكم الرايزن 4900 اتش. طبعا هذا من شركه اي ام دي. و خلوني افتح لكم الجهاز. نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف، فيه صراحة برزنتيشن خرافي. عندك ال، وإذا تفتح الصندوق كله يطلع لك اللابتوب من تحت، لأنه فيه زي ال زي الهنج من ورا يرفع لك اللابتوب. اللابتوب طبعا أبيض، والباكجين جدا ممتاز صراحة. خلنا أوريكم مواصفات اللابتوب. عندنا هنا، هذا في السعودية طبعا، الوحيد موجود في السعودية. يقول لك اول وورد فريس 7 نانومتر ايثكس موبايل، اول معالج 7 نانومتر. من ناحيه 7 نانومتر معناته بطاريه اكثر، معناته البرفورمانس اعلى. بطاريه 76 واط. الشاشه WQHD 2560 في 1440، يعني يسمونها 1440 بي هاي ديسبلاي. هذا طبعا الميزه، انه ليش هذا افضل من الفول اتش دي 20 هرتز؟ انه هذه شاشه 14، فانا ما راح استخدمه كمينلي، ما راح يكون اساسي للجيمنج. راح يكون، خلينا نقول التصاميم راح يكون ممتاز من ناحيه الريزولوشن، الدقه في التصوير، دقه الشاشه الى ذلك. فانا اهتم بجوده الشاشه من ناحيه الدقه، لان انت تفتحها وتشوفها كل يوم. قريت عن الشاشة اللي هي 1080p، فيها طبعا الكالورز أقل، الألوان ما هي زي دقة ال WQHD. هم أمان، خلينا نكمل. Wi-Fi 6 certified. طبعا Wi-Fi 6 معروف أنه ممتاز جدا من ناحية الكونكشنز. عندنا 65 واط USB-C charging، هذه ميزة حلوة. إذا عندك شاحن هواوي مثلا أو أي شاحن فيه 50 واط، فوق 65 واط، تقدر تستخدمه كشاحن. عندك هنا دولبي اتموس ساوند موف. طبعا سبيكر يقول لك انهم اشتغلوا جدا شغل ممتاز على سبيكرز. هذا اللوجو. نحط اللابتوب الان. وزنه طبعا 1.6 كيلو، ما هو ذاك الثقل. خلونا نشوف وش بعد عندنا. في هنا الباكج، هذه شكلها اوراق. ما طالع جا. بعد عندنا هنا صراحة الانباكسينج اكسبيرينس هنا شغلته. ايوه، هذا الشاحن نشوف. هو الشاحن صراحة جميل، صغير وبورتبل. شو يقول لك هنا كم واط؟ طيب عندك 20 فولت 9 امب. ما اشوف الواط. 120 اصلا، 180 واط، 180. بس صراحة حلو يعني، بورتبل صغير وما هو بثقيل. يعني إذا عندك شنطة 14 إنش ممكن يخش فيها. صراحة لما تفكر كم الطاقة الموجودة في هذا اللابتوب، تبدأ تحك راسك يعني كيف سووا التصميم هذا وكيف قدروا. طبعا في ناس خايفة من الموضوع، طبعا هذا كل الأنباكسينج، رجع هنا. في ناس خايفة من موضوع التبريد، الموضوع هذا أنا راح أعطيكم أكثر من سلوشن وحل بعدين. طبعا بحكم أني سويت بحث في الموضوع هذا، فترقبوا الفيديوهات الجاية إن شاء الله. راح أتكلم عن هذا اللابتوب وكيف تقدر تتحكم في تبريد البروسيسور من ناحية الجيمينج. فخلونا نشوف إن شاء الله اللي جاي. شكرا جزيلا، شكرا للجميع على المشاهدة، ونشوفكم إن شاء الله على خير.